واخا ونعطيك محنشات بالكروفيت. مالحين. غنحتاجو ربعة ديال البر مقطع، صوطي في الملح والبزار وزيت العود والزبدة، ومعلقة كبيرة ديال القامة ديال الحوت بيضة، ومعلقة كبيرة ديال الصوجة، معلقة كبيرة ديال الصوص بونسو تكون في القرعة، نص دامة ديال البنة ديال الحوت، ضريس ديال التومة محكوك، ونص كيلو ديال الكروفيت، واحد 30 غرام ديال شامبينيون نوغ، ومية وخمسة وعشرين غرام تقريبا ديال فيرميسيغ. صافي كنخلطو هاد العناصر كلها، وكنطويو المحنشات ديالنا، وكنرشوهم من الفوق بالزيت، وكندخلوهم الفران يطيبو. إيه طريقة سهلة، الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك.